في الفران برا اخبار وليد وليد اش تعمل حلو تسكر وليد حال واحد وليد صباح وليد ولا امريكا باش توصل برا ربي هذاك هاي كنت كبير ترسيو معنا يهبط بالمترو اي جاي يا وليد شنو شبيك انت تو شبيك شبيك ان شاء الله ضربوا له بيبان برا مشي هكا وين كان يعملوا توا ها كان يعمل انت شو يضربوا له في الفرنات تري تلعب تضرب له في الفرنات يعطلوا لعبات يحلوا البيبان شنو يعمل في الشغف في المترو بابا هاو مواطن يحكي هاو مواطن يحكي هاو برا ربي يبارك لك بابا وانا سباح برا ربي ينور لعبات تراكب في المترو كرها في المترو تعمل لعبات هاو شوف لي لوكر هاو الدكان ها خلي دقيقة يلا يا هما يا حاج ادخل غادي بابا ادخل داخل برا اطلع من فوق امان لوخ الراس لوخ الراس تمسوا في البيبان ما تجيش تمس فيه بيه ما تشدوش تحديد ما تشدش تحديد ما تشدوش اليوم نحكيو على النقل العمومي في تونس اليوم نحكيو على الكيران نتاعنا شبابك المكسره المتروات اللي بيبانها محلوله وحاجه عاديه على الاخر يمين تيك تمشي المترو معناتها الباب نتاعو يتيح وشفناه هذه اليوم شكون يتحمل مسؤوليه هذا كل وشنو اللي وصلنا له هذا الدوله تحمل مسؤوليه احنا نخلصوا في التذكره ماناش نركبوها مرسكين لكني ما فماش شكون له يفصل المترو وشكون له وما فماش يكسروا يبدو يدرجحوا في البيبان ينزلوا عك الفلس يحلوا البيبان والله اللي ما يهبطوني كل يوم زوز عبيد ما الدرجه مكسره يهبطوني زوز رجال منه ومنه هاك الدرجه مكسره ما فماش كيفاش تعدنا ما فماش كيفاش الدور والفروق مصيبه شيء 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 كبير شيء ونقعدوا بالساعتين ماشي العينيا كنترول هاني ما عديش خاطر الوقت فاتني بالوقت ندخلوا فاتك الوقت ما فاتني الوقت ما حبش يقبلوني والنوامر فات استنيت خاطرك وصلت مخر خاطر معناتها النقل ما وصلش في وقته ساعتين السانك باش يجي بالساعتين تبدا والله بالساعتين تقعد هنا ساعتين وغادي ساعتين معناها العبد النهار يعديه كله في الشارع وما يقضيش قضيته المهم وثرونا السانك وثرونا السانك شويه وفما لهوة تعملوا حد بوليس عبد ليه بالداخل هاك الفروق عاملين بعمالهم عاملين بعمالهم عاملين بعمالهم دقدقوا الدنيا ما خلوش فيه لا خلوا كراسي ولا خلوا بيبان ولا خلوا شبابك يجي للشباك يشدوا منه ومنه ويهبطوا في القاعة باش يتكلم الشيفور مسكين يتكلم ويشدوه يدوروا فيه حلال في الفروق هذوما ماهوش متربين حتى طرف عملوا لنا حل فصل المترو عملوا لنا اكثر عملوا لنا حل يتمنوا الناس يبدا العبد راكب يبدا مطمئن جيت تتكلم يقول لك كلام زايد ويكفر ويقول معناها كلام ما يتقالش واحد يحشم يولي يسكت ما نكلموش يحل الباب ويقعد في الدرجة يكسر البلار يلوح اللوط في المترو ما تعادش يحل الباب ويقعد في الدرجة اي والقرآن والرحمن يحل الباب ويقعد في الدرجة ما يكلموا حد ما تعطل العبد كل أبدا, ابدا 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 ما يكلموا حد انا المرة الاخرى كلم اي هذايا السانك هذايا السانك كي نقول قد ما نحكي لك وتقول لي شوية راهو عاملين اللي ما يتعملش تعرف وقتاش نروحوا سكر الباب ما سكر الباب اهبط خل نسكر الباب ما يسكرش الباب ما يمشيش يخاف واحد يطيح يحلوا البيبان الكل ويقعدوا في الدرجة والشيفور مسكين يتكلم الشيفور مغلوب لازم تعملوا لنا حل في السنك
باش العبد يمشي ويروح في الفيسع فيسع ما يتعطلش. عطلونا 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 وضيعونا مستقبلنا وحياتنا كلها ضيعوها هنا الصغار. يا اخي ما فماش حاكم في البلاد، عملوا لنا بوليس على الاقل، بوليس يخوفوا الاخر، يخوف الاخر، يخوفهم يهددهم على الاقل. كل مترو فيه زواج بوليسي نبدو مطمئنين، مش حاكم سايب الدنيا تعرف دار بلا مالي. اليوم شنو رايك في الترانسبور في بلادنا؟ ايه يا وليد عمي شو نقول لك، اش من نقل. انا واحده من الناس اليوم جيت روتار للخدمه في جره النقل. ترانسبور جيت روتار الان ساعتين كاملين ما جانيش، ونها وقت اللي جاي يعبي على بعضه على بعضه على بعضه، العبد باش تموت تتفغم من فماش نفس. وحالتنا حليله، السرقه، الروايح، اش باش نحكي لك، السخانه، معناها أبار الروتار معناها حالة كارثية نعاني فيها يوميا في النقل، يوميا يوميا حالة كارثية. زيدا باش نقسم الأدوار، كل واحد يتحمل مسؤوليته، زيدا حتى صغيراتنا يتحمل مسؤوليتهم، أولياء يتحمل مسؤوليتهم. اليوم سامحني صغير ماشي يقرأ يعبي كرتابته بالحجر، يضرب المترو يكسر الباب يكسر الشباك، اليوم المترويات بيبانها محلولة، مش حتى نتحمل مسؤولية ولا؟ صحيح صحيح، فما صغار تعمل هكاك، يلزم الوالدين يوعيوا صغارهم ويكلموهم على الترانسبور راهم تاع الناس الكل. وما نجموش احنا بلاش ترانسبور، ما نجمو نخلطوا لحد شيء، لا نجمو نخلطوا لخدمنا، لا نجمو نقضوا حاجاتنا، لا حتى شيء. يلزم الاولياء هما اللي يعلموا صغارهم باش يحافظوا على النقل العمومي. خلينا في الصحيح توا في الصندي كما يقولوا الناس بكري، انت تخدم 8 متاع الصباح، قداش وقتاش لازمك تفيق من النوم باش توصل لخدمتك من رجلك 8 من غير ما تعمل روتار؟ يمكن 5 ونص. 5 ونص تاع الصباح؟ اي باش لازم توصل بكري، خاطر اذا كان ما تقومش هكاك وما تاخذش المترو بكري ما عادش تلقى، ما عادش توصل روتار زايد معناه. المترو يعمل روتار بدقيقتين 3 دقائق ولا ساعة؟ دقيقتين، انا في حلم احنا دقيقتين، في الصين احنا ساعتين، ساعة ونص، ساعة ذي اقل حاجة معناه، فهمتني؟ معناها انا اقول لك حالة كارثية، معنى كارثية بأتم معنى الكلمة. هو لما جل مقارنة جملة، ولكن في كوكب اليابان، في اليابان صار روتار بدقيقة و38 ثانية بالكمام والتمام. المدير عام يستقيل، وزير النقل يستقيل، ويعملوا اعتذار رسمي للشعب الكل. حسب رأيك هذه تنجم تصير في تونس؟ مستحيل مستحيل مستحيل، ان شاء الله مستحيله مستحيله، ما تصورهاش. في المانيا الوزير تاع النقل يهبط ياخذ النقل العمومي بصفه يوميه، رئيس الحكومه شفناها تدور بالسكليت، شفناها تاخذ في المترو عادي، شفنا رؤساء الدول ياخذوا في المتروات، ياخذوا في النقل عادي. اليوم زعما نجم يهبط وزير النقل ياخذ المترو معانا كي يطلع معنا في المترو زعما؟ لا 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 مستحيل، كلها بكراهبهم خويا، هما يركبوا يطلعوا في كراهبهم، احنا قاعدين احنا نعاني، واحنا احنا الشعب التونسي الفئه ذي المتوسطه هي اللي والفقيره هي اللي قاعده تعاني. ايش اقول لك؟ لا ثم نقل، لا ثم نظام، لا ثم أخطأني. اسمع، الكيران اليوم مكسر، المترويات مكسرة، شيء ما فما شيء، وراس خويا لا فما شيء، لا فما كيران تجي في الوقت، لا فما مترويات تجي في الوقت، شيء هذيك بلادنا راهي مت. تخدم 8 متاع الصباح، إكزومبل تخدم في اللاك 8 متاع الصباح، وأنت دارك في باردو، وقتاش لازمك تقوم؟ 5 متاع الصباح باش نوصل، وزيد كما قلت لك محلول، يعني حكايه ما يوس منها. قولوا كلمه حق زاده، اليوم حتى احنا نتحمل مسؤوليه، اليوم حتى صغيرات نتحمل مسؤوليه، معناتها يكسروا في البيبان، يكسروا في المترويات والشباب، بعد يقول لك ما فماش اسطول. يكسروا يكسروا. المشكله في الولي، يلزم الاولياء زاده يوعوا صغارهم. الاخلاق ما عادش. اي ما عادش، ليه ما عادش ما عادش، بالحق ما عادش. اليوم نحكيو عن النقل العمومي في تونس. باهي نحكيو على الكيران نتاعنا، نحكيو على المترويات نتاعنا، اليوم الكيران المكسره، الشبابك المكسره، البيبان المحلوله في المترويات، شنو هذا؟ شنو وليدي حاله كبيره كبيره كبيره، مشيت تونس مشيت مشيت مشيت، لا نقل لا في التاكسيات لا في حتى شيء باش نلقوا وسيله نقل نمشوا ونخرجوا بها، حاله ما عادش فيها صراحه، ما عادش فيها. اللي عندك وين نضربوا بالساعه، بالساعه ونص ونحن نستنوا في المترو، حالة كبيرة، الله يفرج على بلادنا وكهوا وليدي. المرة اللي قبل قالت لي أنا نخدم في اللاك، نسكن في الوردية، ونخدم 8 متاع الصباح، لازمني نفيق من نوم 5 متاع الصباح باش نخلط وشوف وشوف، الدرجة هذي؟ صحيح صحيح، حتى اللي باش يخدم يولي بطل، معاناة كبيرة، روتار ومعاناة كبيرة كبيرة. ما زاد ميمتي باش نكونوا حقانيين، زاد حتى الولي يتحمل مسؤولية، اليوم كي يبعث ولده من غير ما يتفقدوا تلقاه بالحجار يكسر في شبابك، يتعاندوا تكون يكسر شبابك أكثر، يوقفوا في البيبان والسخانة.
هذا كله صحيح شوي من الأولوية وشوي من وزارة النقل وليدي وربي يعاوننا وربي يعاوننا. تصويرة معروفة برشا ومشهورة برشا، الراجل اللي حال أصحابه في وسط الكار بحكم الكار قاعدة تقطر معناتها في الماء. شيء عجب، تشوف العجب من تونس، تشوف العجب أسطولة مهرية. والله ولدي والله وربي يعاوننا وكهوا وليدي وربي يعاون وربي يبقى يبقي السطرة على تونس.